آلية الردع هو الانتشار ومسك الأرض بمجرد أن تنسحب. إذا الحشد الآن يضم أجنحته ترجع داعش، لأنه نفتقر إلى وسائل الردع الساندة. فإذا أنت لازلت تمسك الأرض عسكريا حتى لا تعود داعش، ما استطعت أن تحقق أمنا واستقرارا ضامنا لحصانة الجبهة الداخلية بسبب هذه المواقف. الآن من يمنع الحشد الشعبي، بقية صنوف القوات الاتحادية، من ملء هذا الفراغ؟ القيود السياسية، يعني على سبيل المثال الآن أنا المفروض من أناور بعيدا عن المسميات، عندي قطعات الحشد الشعبي وعندي قطعات البيشمركة، ممكن أن أناور بها وأسد الثغرات، ومسألة طبيعية لأنه الكل هو تحت مظلة المؤسسة الأمنية والعسكرية، وبالتالي هي موارد وطنية أناور بها على هذا الأساس. أما أن نسقط عليها الهويات الفرعية ونقول الحشد شيعي والبيشمركة كردية، ونجي إلى الجيش نقول وأنا ضحيت أكثر منك وأنت ضحيت أقل مني، هذه الحسابات ما تحسب باتجاه الوطن. الوطن من يضحي هو مواطن اتجاه وطنه بصرف النظر عن هوياته الفرعية. الآن إحنا عندنا على سبيل المثال الحشد العشائري في المنطقة الغربية، تعرف جهد ساند للقطاعات، أي انهيار للمؤسسة العسكرية عندنا ضمانات الحشد العشائري. فإذا إحنا أمام معادلة لابد أن نلتفت لها، اللي دي يصير عندنا تقييد سياسي، قيدة البيشمركة تقييدا سياسيا أنه لا تدخلون بالمناطق المتنازع عليها. ما هي المتنازع عليها؟ متنازع عليها سياسيا وإداريا. عسكريا أنا أرى أنه منطقة جبلية ما أقدر أنا أجيب قطعات من الوسط والجنوب أدخلها، لا مهاراتها القتالية، لا لياقتها البدنية، ولا قدرة قراءة جغرافيا الأرض والمجتمع متاحة لهم، وبالتالي أنا أخلق اضطراب في الميدان. فشنو تغير انه انا اناور بالبيشمركه ما داموا تحت الامره؟ ليش يوم انا احتجتهم في بغداد جبتهم وناورت بهم وانطوا شهداء؟ بالوقت اللي هم دستوريا هم قوات حمايه اقليم، من جبناهم قلنا لهم تعالوا قدموا اسناد، ما قالوا لا، ما تمردوا ضباطهم، اجوا ضباط برتب متقدمه الى حد المراتب، قاتلوا معنا ضد القاعده وفي بغداد في العاصمه، ما كان اكو اشكاليه.